السلام عليكم. دلوقتي طبعا عايز استخدم داينامو ان انا ارسم بعض الحواجز، فخلينا نشوف ايه الحاجات المتاحة لو انا عايز ارسم وول باي كيرف. باي كيرف بلاقي عندي اتنين، ان انا اديله الهاي يعني مثلا هيبقى الليفل اتنين والارتفاع بتاعه مثلا 2 متر، تمام. او الحاجة التانية ان انا اديله بداية الليفل بتاعي ونهاية الليفل بتاعي، start level and end level. طيب هبدأ ارسم الكيرف، فممكن نرسمه اكتر من طريقة، يعني ممكن ادوله يعني حاجات كتير قوي، بس خليني اختار حاجة كده. عايز اديله بقى السيركل، فاقول له انا عايز ارسم سيركل. ممكن اديله باي سنتر بوينت اند ريديوس زي ما انت عايز. عايز بقى هو النمبر اوف سلايد، ممكن نديله نمبر مثلا. مثلا 6 مثلا. بالشكل ده. طيب محتاج بقى ان احنا نديله الارتفاع بتاعنا. ممكن نديله برضو نمبر. نخلي ده مثلا 2 متر. اتوقع ان احنا شغالين بالمليمتر يعني. تمام. طيب الريديوس برضو ممكن نعمل واحدة جديدة او نوصله دي كده. اهيت الليفل، اقول له ليفل. هو عايز انبوت معينه، فانا بدي الانبوت، يعني الموضوع مش حاجه صعبه ولا حاجه. ليفل 1. طيب الوول تايب، وول تايب اهو. اختار بقى اي نوع وول انت عايزه. في رسالة خطأ، تعال نشوفها. تمام، بيقول لي اللاين كيرف نوت امبلمنت. طيب نحلها ازاي ديت؟ هقول له اكسبلود اهيت، واقول له خد لي الجيومتري دوت وخد اللاين اللي هيطلع من هنا. بدأ يرسم لي الحوايط بالشكل دوت. طيب لو جيت عدلت اي حاجة هيتعدل كل حاجة، يعني خلي ده مثلا 8. تمام، ونكبر الدايرة شوية نخليها 5 بالشكل دوت. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعدها ديت. تمام، هو عايز الكيرف. تمام، طيب خلينا ناخد الكيرف من هناك، وخلينا ناخد الستارت ليفل. يبقى انا محتاج مثلا ده بالشكل دوت، ده الستارت ليفل بتاعي، وده الاند ليفل بتاعي، والوول تايب اهو بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له مثلا خلي ده للسليب. طيب هاجي اعمل سيلكت كده على الجزء اللي فوق، وقول له كوبي، وقول له بيست بالشكل دوت اهو.
هنا مثلا الجيومتري هقول له الكيرف اهوت من هنا، تمام، بحيث ان انا اقدر اعدل فيه المكان بتاع السنتر بوينت، اقدر اعدل فيه الريديوس، اخلي ده مثلا 4، فرسم لي كده الوول الليفل بتاعها، وخد الوول تايب وخد الجيومتري. طيب الهاي هنا كله ثابت، هنتكلم على الصغيرة اللي جوه. طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل كود، الكود ده هقول له ان انا عايز الارتفاع بتاعي من 1000، تمام، ونقطتين، ممكن مثلا 5000، تمام، نقطتين، واقول له خد لي بقى ايه عدد الحاجات اللي انت تعملهم، نمبر، تمام، هيطلب النمبر. النمبر هناخده منين؟ هناخد النمبر من هنا اهو، لا مش من هنا، من دي. تمام، ده اللي انا عايز احطه في الارتفاع الهاي، يبقى انا هاخد ده واحط الهاي بتاعي هنا. بص ايه اللي حصل، سيبك من انجوي، بقى عندي اهي ارتفاعات متدرجة، بدأ هو بالألف لحد ما وصل 5000، والنمبر عدد الحاجات اللي هياخدهم، عدد الأرقام، بحيث مرة مثلا ناخد 1000، مرة ناخد 1500، 8 مرات، فراح رسم لي حاجة بالشكل دوت، يعني كأنك أنت طالع سلم وهكذا.